السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم. معاكم عمر الطاهر من سبيجلت. دي الحلقة رقم 5 من كورس البرونانسيشن او كورس النطق، وده بنتعلم فيه النطق الامريكان، وده مهم جدا عشان نقدر نعبر بطريقة صحيحة ونقدر نفهم اللي قدامنا بسهولة. النهاردة ان شاء الله هنتعلم نطق البي. الفيديو ده كالعادة ان شاء الله هيبقى متقسم 4 اجزاء. اول جزء هنتعلم النطق الغلط، تاني جزء هنتعلم النطق الصح، تالت جزء هنتعلم القاعدة، هنعرف ازاي ننطقها وامتى ننطقها، والجزء الرابع ان شاء الله هيبقى فيه امثلة كتير بحيث ان الموضوع يبقى اسهل لما تيجي تتكلم وتستخدمه بسهولة. يلا بينا نبدأ. وأول خطوة معانا هو النطق الغلط. بيبل 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 بيبر 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 أبل 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 بوينت 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 بوينت. ده كده كان النطق الغلط. تعالوا نشوف النطق الصح. بيبل 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 بيبر 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 paper apple 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 point point point. طيب القاعدة دي باختصار هو الحرف اللي هو البي. البي المشكلة بس في حرف البي ان احنا بنقوله زي البي العادية، في بي وفي ب، في بي وفي ب، يعني دي بي ودي ب. طيب احنا عندنا في العربي عندنا الب، فاحنا بنقول الب على دي وعلى دي، فهي يعني ده بس الغلط. هي البي البه العادية اللي احنا نعرفها في العربي بنقول بيها البه as in boy boy boy، دي اللي هي البه العادية اللي احنا نعرفها. دي تختلف عن البه اللي هي الدايرة فوق، فدي به به. طيب ازاي انطق البه دي؟ باختصار جدا الصوت ده طلعه ما بين شفايفك، يعني هتعمل به 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 ما بين شفايفك، التانية بتطلعها به به، فانت باختصار هتعمل به به ب ب وبنطلع هوا، ودايما هتلاقي فيه هوا جامد طالع وانت بتقول الكلمة. فمش بقول بيبل اللي هي البه العادية، مش بقول بيبل، بقول بيبل بيبل بيبل. مش بقول بيبر، مش بقول بيبر، بقول بيبر بيبر بيبر. فمش بقول برضو ابل، بقول ابل 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 ابل. مش بقول بوينت، بقول بوينت 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 بوينت. فباختصار الفرق ما بينهم كده، انت دي هتطلع هوا جامد وهتطلع الصوت من هنا مش من جوه، هتطلع الصوت من هنا، هتعمل ب ب ب. حابب بس اقول لك النطق ده مهم جدا، اللي هو بيغير معنى الكلمه لو انت بس البي نطقتها بي او العكس. زي مثلا عندنا بيج وبيج، بيج وبيج، ده هنا كلمه ليها معنى وهنا كلمه ليها معنى تاني. زي مثلا بارك وبارك، بارك وبارك، معنى ومعنى تاني. براي براي و براي براي. زي برضو بيتش و بيتش، بيتش و بيت. زي بيتش و بيتش، بيتش و بيتش. كل دول الكلمة بالبي العادية غير البي، فهنا بتدي معنى وهنا بتدي معنى تاني، فده ممكن يعمل ميس اندرستاندينج جامد جدا. رابع خطوة معانا، تعالوا بقى ناخد بعض الامثلة عشان نقوي الموضوع ده اكتر. pencil pencil party party pencil pencil party 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 peg 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 pizza 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 pickle 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 parent 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 people 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 paper 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 password 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 pain 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 perfect 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 apple 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 happy 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 happy. تعالى ناخد بعض الامثله اللي هيبقى فيها البي والبي عشان نعرف الفرق ما بينهم. اول مثال معانا the big puppy barks the big puppy barks the boy was happy the boy was happy the boy was happy I need to borrow your pen I need to borrow your pen she has a big happy smile she has a big happy smile let's play a game of ping pong let's play a game of ping pong. The prince and Peter played ping pong. The prince and Peter played ping pong. The prince and Peter played ping pong. دي كانت حلقتنا النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت من الكورس ده، هتلاقيها على القناة. ولو عندك اي سؤال اكتبه لي في الكومنتس، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. شكرا لكم، باي باي.